فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا توفي أحد الأقارب فأهل الميت يطبخون الطعام ويذبحون بقرة للمعزين. هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا طلبوا مني مبلغا من المال لأجل المشاركة فهل يلزمني ذلك؟ لا، أقول لهم هذا ما يجوز، العكس، أنه يصنع لأهل الميت الطعام، أما أنهم هم يصنعون الطعام للناس لا. نعم.